اهتم أهل العلم كثيرا بتوحيد الربوبية، وذلك لأن أكثر الفرق المنحرفة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة 72 فرقة، خلافها مع أهل السنة في توحيد الربوبية. ولذا اهتم أهل العلم بهذا الجانب وألفوا كتبا كثيرة في توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد المعرفة والإثبات، اهتموا به كثيرا وألفوا فيه وصنفوا، لأن الفرق المنحرفة 72 فرقة كلها مخالفة في هذا التوحيد، وهو التوحيد الذي انقسمت فيه الأمة إلى هذه الفرق الكثيرة: أهل السنة والجماعة وهي الفرقة الأم، ثم الفرق المنحرفة 72 فرقة كلها في توحيد الربوبية، توحيد المعرفة والإثبات.